الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 50 بعد 100، وهو في حقل نظريات التنمية Development Theories تحت عنوان فرعي هو نظرية الدفع القوية The Big Push Theory. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين في كافة أرجاء الوطن العربي الكبير وأنحاء العالم بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله نبدأ. نظرية الدفع القوية The Big Push Theory. قدمنا في مقطع سابق أول نظرية في اقتصاديات التنمية، وكانت تحت عنوان نظرية الحلقة The O-Ring Theory of Economic Development. وفي هذا المقطع نقدم بإذن الله تعالى النظرية الثانية تحت عنوان نظرية الدفع القوية The Big Push Theory، باعتبارها من أهم النظريات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية على يد مفكرها الأول بول روزنستاين رودن، الذي عاش في الفترة بين 1902 و1985. هذه صورة لبول روزنستاين رودن أخذت قبل وفاته بسنتين أو 3 سنوات اعتقادي. آثرت أن أبدأ بنظرية الحلقة لأنها الأحدث، ولأن مسألة كفاءة العمالة أصبحت من الموضوعات الساخنة التي توليها القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة رعاية وانتباها خاصا، وبخاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية الاجتماعية المحلية. تذكير بنظرية الحلقة. تذكير بنظرية الحلقة أمثلة من الواقع على تكاملية الإنتاج. وهنا عندما نذكر الإنتاج، أي نشاط إنتاجي سواء كان سلعي أو غير سلعي بما فيها الأفكار والشخصيات البشر. فالعملية التدريسية، التلميذ الصغير يدخل المدرسة الابتدائية لمدة 6 سنوات، يكتسب خلالها بعض المهارات الأساسية، ثم ينتقل إلى المرحلة الإعدادية لتتراكم لديه خلال هذه الفترة المعرفة وتترسخ المهارات الأساسية التي اكتسبها في المرحلة الابتدائية. بعد ذلك ينتقل للمرحلة الإعدادية وهي الثانوية، يكتسب خلالها معارف إضافية ومهارات أكثر تعقيدا، ثم ينتقل للمرحلة الجامعية الأولى أو ما بعدها. السؤال الذي يجب الانتباه إليه: ماذا لو أخفق أحد القائمين على المراحل الأولى؟ بمعنى آخر، لو أخفق المعلمون في إكساب الطلبة أو التلاميذ المهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية، ما الذي سيحدث للطلبة عندما يتقدموا في تعليمهم؟ إذن لو أخفق هؤلاء في تقديم المعرفة الضرورية والمهارات الأساسية للتلاميذ، بالتأكيد سيكون جيلا كاملا من الطلبة في المراحل المتأخرة ممن يفتقرون إلى المهارات الأساسية، فيخفق في العلم والتقدم المعرفي. وهنا تكمن الرسالة الأساسية في نظرية الحلقة، تكاملية حلقة الإنتاج. الممتاز يؤدي إلى ممتاز، والرديء يؤدي إلى رديء. الآن هذه الصورة التوضيحية. لدينا تلميذ في مرحلة التأسيس اللي هو الابتدائي أو الروضة، ثم ينتقل إلى المرحلة الإعدادية، ترسخ أو تترسخ الأفكار التي اكتسبها هنا، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانوية وبعدها إلى الجامعة. فنلاحظ الآن بأن الانتقال من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة ثم إلى هذه المرحلة وأخيرا إلى هذه المرحلة، هنا الآن تأسيس، ترسيخ، تفكير، وأخيرا إبداع. فتكاملية المنتج التعليمي. الآن الله سبحانه وتعالى الذي يخلق البشر، لكن إنتاجهم المعرفي والفكري هو من نتاج بعضنا بعض. فالآن أي إخفاق لا سمح الله حدث في هذه المرحلة الآن ينعكس في هذه المرحلة الأخيرة، وبالتالي عملية إنتاج البشر ليس خلقهم تكاملية. فالنجاحات هنا ستنعكس إلى نجاحات هنا ثم إلى هنا ثم إلى هنا، والعكس صحيح. لكن إذا كان الإخفاق هنا يمكن تصليحه، أما إذا كان إخفاق هنا بتكون من الصعب جدا إصلاح الإخفاق الذي بدأ هنا وإصلاحه في المرحلة الأخيرة. تعريفات وأساسيات الدفع القوية.
تستند نظرية الدفع القوية على فكرتين أساسيتين نبتت من نظريات وأدبيات التنمية الاقتصادية الاجتماعية. المسألة الأولى هي الفشل أو ما يسمى الإخفاق في التنسيق Coordination Failure، وهو من المصطلحات الهامة التي دخلت إلى أدبيات اقتصاديات التنمية بعد الحرب العالمية الثانية، لأن علماء الاقتصاد قد لاحظوا بأن في الدول النامية الفقيرة ومنها كثير من الدول العربية لاحظوا إخفاق في التنسيق ما بين قيام المشاريع، وهي مسألة تعتبر قاسما مشتركا بين نظريات التنمية الحديثة الثلاث: نظرية الدفع القوي للتصنيع اللي هي The Big Push Theory التي نتحدث عنها الآن، اثنين نظرية الحلقة The O-ring Theory The O-ring Theory التي تحدثنا عنها في مقطع سابق، وأخيرا إطار تشخيص التنمية The Growth Diagnostic Framework. أما المسألة الثانية فهي فشل السوق Market Failure. إذن الآن هناك فشلان، فشل في التنسيق وفشل في السوق. فشل التنسيق وفشل السوق متممان لبعضهما بعضا، أرجو التركيز على هذه الفكرة. يحدث الفشل في التنسيق وتتفاقم تبعاته السيئة عندما لا يتمكن اللاعبون في الحقل الاقتصادي، طبعا هنا المنتجون المستهلكون الحكومة، فاللاعب في الحقل الاقتصادي السياسي الاجتماعي من تنسيق أفعالهم أي أنشطتهم، ما يؤدي بالتالي إلى تحمل كل اللاعبين ثمن الأوضاع الاقتصادية السياسية الاجتماعية المتردية. فشل التنسيق يؤدي إلى فشل الدولة في ترسيخ ذاتها. الفعل أو العمل الذي يقوم به أحد اللاعبين يحفز الآخرين نحو القيام بالعمل أو الفعل ذاته، إن كان خيرا فخير وهم أقلة في خاصة المجتمعات الفقيرة والنامية، وإن كان شر فشر وهم الأكثرية في الدول النامية. لكن الفشل في التنسيق يؤدي في كل الحالات إلى تردي الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بسبب رداءة الفعل المؤسسي الشكلي اللي هي دستور قوانين أنظمة، كل هاي يعني التشريعات الناظمة المجتمع بتكون رديئة، واللا شكلي اللي هي عادات وتقاليد الناس كحاضن اجتماعية للعمل الإنتاجي السياسي الاقتصادي بيكون من نوع الرديء، ما يعني رداءة السياسات الاقتصادية وتدني نوع الحاضن الاجتماعية والسياسية لمفهوم التنسيق المفضي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. رؤية روزنستاين رودن، تخيل هذا المفكر بأن الحافز incentive الذي يدفع أول مبادر إلى بناء مشروع إنتاجي كالمصنع مثلا يكمن في تحقيق الربح. إذن الحافز هو الربح الذي يدفع هذا المبادر الأول نحو بناء مشروع إنتاجي. من أجل إدراك عمق تصور روزنستاين رودن لابد من نقل خياله من فضاء جزئي على مستوى مصنع أو منشأة واحدة إلى فضاء كلي أي إلى اقتصاد بأكمله، حيث يكون عدد المبادرين وعدد المشاريع الإنتاجية المصانع مثلا كبير جدا. قد يتحمل المصنع الأول كمثال بسيط وخيالي، يتحمل المصنع الأول كلفة تدريب عماله، ما يعني بأن رب العمل قد لا يكون قادرا على دفع أجور عالية إلى عماله بسبب تحمله كلفة التدريب. إذا تحمل كلفة التدريب فإن معدل أجور العمال يكون منخفضا حتى يعني يلتقط أنفاسه ويحقق ربح. أما المصنع الثاني في حالة نشوء مصنع ثاني فقد يجذب العمال المدربة في المصنع الأول بمعدل أجور عالي نسبيا، ولأن المصنع الأول ليس على استعداد لتحمل أجور التدريب فإن مسألة فشل السوق قد تتراقى وتؤدي إلى استحالة قيام المشروع لإنتاج الأول أصلا، ما يستوجب قيام الحكومة بفعل ما من أجل تصحيح الحالة المتردية، حيث يكمن فعلها التصحيح في مجال التدريب لتأمين رأس المال البشري Human Capital الضروري في حلقة المبادرة التوسع النمو والتنمية. هذه اللي بسموها الحلقة الحميدة، مبادرة توسع نمو وتنمية ستخفق إن لم يبادر من يهمه الأمر وهنا الحكومة حتى يؤمن حاجة المصنع الأول والثاني والثالث وهكذا من الموارد البشرية. الآن ما يعني هذا الكلام؟ يعني بأن سلوك المبادر الأول
إن قام بفعله بإنشاء أو عدم إنشاء يعتمد على توقعاته من الآخرين، سواء من مصانع أخرى أو مبادرين آخرين أو من حكومة. افتراضات نموذج الحلقة أو الدفع القوي عفوا، تنادي النظرية، هذه النظرية بفكرة أساسية تقول بأن الاقتصادات المتخلفة غير النامية تحتاج إلى استثمارات ضخمة كي تتمكن من البدء بسيرور التنمية والإقلاع من حالتها الراهنة المتخلفة إلى حالة أفضل قابل للاستدامة، وتشدد على أن سيرورة النمو ثم التنمية لا يمكن أن تبدأ بواسطة استثمارات متقطعة. أرجو الانتباه، استثمارات متقطعة وقليلة في هذا الحقل أو ذاك، ولا تكون نتيجة مثل هذه الاستثمارات المتقطعة القليلة إلا المزيد من التبذير وتبديد الموارد، ما يعني بأن هناك حدا أدنى من الإنفاق الاستثماري كي تبدأ سيرورة التنمية حقيقية وتكون لها فرصة عالية للنجاح. عادة ما يشبه اقتصاديو التنمية سيرورة البدء بتنمية اقتصادية مستدامة ذاتيا، self-sustaining development، بعملية يشبهها بعملية إقلاع طائرة، فهناك سرعة ابتدائية لابد من توافرها في الطائرة كي تتمكن من الإقلاع. تذكرنا هذه الفكرة بقانون الكميات الأقل Law of the Minimums، أو ما يسمى قانون العوامل المحدة Law of the Limiting Factors. أرجو من أحب الطلبة والمتابعين أن يرجعوا إلى هذا المقطع الذي خصصته لشرح هذا القانون وأهميته في التنمية الاقتصادية، الذي ينص على ضرورة توافر العوامل المحددة للنمو أو التنمية كلها، يجب أن توافر ولو بحدها الأدنى كي تنجح عملية التنمية. هنا الآن هذه الطائرة لابد من توافر الحد الأدنى من السرعة كي تقلع الطائرة، وبخلاف ذلك لن تقلع أبدا. التخطيط الخلاق Creative Planning هو تخطيط يؤدي إلى نتيجة تنموية مفيدة، إذ يعمل على خلق صناعة كاملة متكاملة وكأنها متشكلة من منشأة واحدة، على الرغم من تعدد المنشآت المتخصصة بجوانب متعددة من الصناعة. وقد استند روزنستاين على المبدأ القائل بأنه، وهذه فكرة مهمة أرجو من الاقتصاديين والمتابعين أن ينتبهوا إلى أهميتها، الناتج الحد الاجتماعي social marginal product دائما يختلف عن الناتج الحدي الخاص private marginal product، هنا بكون أعلى لمصلحة المجتمع، هنا لمصلحة فقط المبادرين وأصحاب رأس المال، ما يعني بأن التخطيط الخلاق يعمل على تواجد مجموعة من الصناعات حسب نواتجها الحدية الاجتماعية، ما يؤدي بالتالي إلى معدل نمو أعلى مما لو ترك التخطيط لأهواء أصحاب المصالح في القطاع الخاص، لأن كل واحد منهم يسعى من أجل تحقيق أعظم الأرباح ولا يهم الناتج الحدي الاجتماعي إلا في بعض الحالات النادرة. أشار روزنستاين إلى ثلاثة أشكال من عدم القابلية للتجزئة indivisibility، اللي هي عنوانها عدم القابلية للتجزئة indivisibility. أول شكل عدم قابلية دالة الإنتاج للتجزئة indivisibility in the production function، سأشرحها بعد قليل. الثاني عدم قابلية الطلب للتجزئة، إن شاء الله سأشرحها indivisibility in demand. وأخيرا الشكل الثالث عدم قابلية عرض الادخارات للتجزئة indivisibility in the supply saving، التي سأشرحها ولو بشكل مبسط. بالنسبة إلى أو لعدم قابلية دالة الإنتاج التجزئة في مدخلات الإنتاج وعملية الإنتاج وحجم ونوعية الإنتاج، لاحظوا مدخلات الإنتاج عملية الإنتاج حجم ونوعية الإنتاج، فإنها تؤدي إلى عوائد متزايدة على الحجم. إذا كانت المدخلات رائعة من نوعية جيدة، عملية الإنتاج متكاملة ليس فيها أخطاء، حجم الإنتاج كبير، نوعية الإنتاج رائعة وجيدة ممتازة، ستؤدي إلى عوائد متزايدة على الحجم. لكن في الدول النامية قد تحتاج إلى حجم مثالي عالي للمنشأة. المنشأة طبعا هنا هي تمثيل الاقتصاد كله، لكن ذلك يتطلب إنفاق عام رأس مالي في المجال الاجتماعي، سأشرح المقصود فيه، أو ما يسمى social overhead capital، والذي يجب أن يتوافر قبل الاستثمار. لاحظوا أنه الإنفاق العام الرأسمالي في المجال الاجتماعي يجب أن يتوافر قبل الاستثمار في المشاريع الخاصة الإنتاجية الربحية،
باعتبار أن هذا ضرورة سابقة على الإنتاج المربح. الإنفاق الاستثماري العام في المجال الاجتماعي يشمل ماذا؟ الصحة، نظام تعليم عام وعالم متطور، شبكة اتصالات ونقل متطورة، محطات توليد طاقة كافية لتزويد المشاريع الإنتاجية، المشاريع الإنتاجية بما تحتاج إليه من طاقة. وهذه الاحتياجات الأساسية يجب أن تكون سابقة على أي مشروع إنتاجي مربح. الإنفاق الرأسمالي الاجتماعي ضرورة سابقة على المشاريع الإنتاجية. المشكلة الأساسية في مثل هذه الضرورات أنها غير قابلة للاستيراد من الخارج. لا أستطيع أن أستورد الصحة من الخارج، ولا أستطيع أن أستورد تعليم من الخارج، ولا شبكة اتصالات، ولا نقل، ولا محطات توليد طاقة، ما يعني بأن مبالغا ضخمة لابد من توافرها للاستثمار في القطاعات الرأسمالية الاجتماعية التي ذكرت. هذه قطاعات رأسمالية اجتماعية، توافر الاستثمار في قطاعات رأسمالية اجتماعية قبل الشروع بالمشاريع الإنتاجية. لاحظوا ما يعني أن الآن هنا مفهوم نظرية الدفعة القوية. الدفعة القوية أننا نحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا حتى نرقى بالاقتصاد ويصبح إنتاجا ويصبح منتجا بكميات تؤدي إلى استدامة ورفاء اجتماعي. يعني أريد أن أذكر الفرق بين مثلا دولة عربية كبيرة ودولة مثل سنغافور. لاحظوا كم استثمرت سنغافور، مساحتها منخفضة، عدد سكانها قليل، لكن إنتاجها أكثر من تلك الدولة الكبيرة بعشرات الأضعاف. تتمظهر شروط الاستثمار الرأسمالي العام في المجالات في المجال الاجتماعي التي ذكرت، صحة، تعليم، تعليم عالي، نقل، مواصلات وما شابه. تتمظهر هذه الاستثمارات في أربعة أشكال من عدم القابلية للتجزئة. كذلك الأمر هنا في يعني مشكلة عندي، عدم القابلية للتجزئة، indivisibility. الأول أن تكون هذه الاستثمارات سابقة كما ذكرت على أي استثمارات إنتاجية، أي أنها غير قابلة للاستعادة بأثر رجعي. لا أستطيع أن أبدأ بمشروع إنتاجي كمصنع مثلا للطائرات أو السيارات أو مصنع كبير للحواسيب ثم أفكر بشبكة اتصالات أو نقل أو شبكة مثلا مولدات طاقة. فيجب أن تكون الاستثمارات سابقة على الاستثمارات الإنتاجية، أي أنها غير قابلة للاستعادة بأثر رجعي، وهي حالة سماها مناظرو الدفعة القوية irreversibility in time. ثانيا أن يكون الاستثمار الرأسمالي في المجال الاجتماعي، صحة، تعليم وما شابه، من نوعية عالية، ما يعني بأن هناك ترابطا عضويا بين كفاءة المشاريع الرأسمالية في المجال الاجتماعي وكفاءة المشاريع الإنتاجية الربحية. ثالثا وأخيرا، عادة ما يكون العائد على المشاريع الاجتماعية الرأسمالية بطيء ويحتاج إلى أمد طويل حتى يؤتي أكله. رابعا وأخيرا لابد أن تكون المشاريع الرأسمالية الاجتماعية واسعة التغطية، بحيث تشمل مشاريع الصحة، التعليم العام والتعليم العالي، والاتصالات والنقل والطاقة والمياه والأمن وشبكة التوريد والتصدير والتزويد. وبخلاف ذلك تكون نجاعة المشاريع الإنتاجية الربحية محل تساؤل. إذن هذه هي ما يسمى بالإنديفيزيبيليتي أو عدم القابلية للتجزئة في المجال الاستثمار الاجتماعي الرأسمالي، غير قابل للاستعادة بأثر رجعي، نوعية عالية، عائد بطيء، يعني هذه ما يميزها، وواسعة التغطية. نتائج الفشل في التنسيق، لا في قبل هذا يعني هنا خطأ بطباعي وأعتذر عنه. الآن في مجال عدم قابلية الطلب التجزئة indivisibility of demand كما ذكرت بالمرة اللي هي اللي ثلاث أشكال من indivisibility أو عدم القابلية للتجزئة، أو ما وصفها روزنستان رودن تكاملية الطلب على سلعة ما complementarity of demand مع الطلب على السلع الأخرى، فقد قصد بها أن دخل الفرد في الدولة الفقيرة متدنٍ والقوة الشرائية لديه تكون ضعيفة، ما يعني بأن الأسواق في مثل هذه الدولة مع اقتصاد مغلق، إذا كان في عندي كلوز إيكونومي، الدول الفقيرة عادة تكون تصديرها واستيرادها قليل جدا، تكون طبعا هنا الأسواق صغيرة جدا الحجم وقليلة البضائع، وبالتالي ليس للتحديث وزيادة كفاءة صناعة واحدة أي أثر على الاقتصاد. إذا أنه دخلنا بس صناعة واحدة مثلا بالأردن نتغنى بالفوسفات أو البوتاس، هذه لن يكون لها أثر
إذا أردنا أن نطور اقتصاد قابل للاستدامة وينعش الناس وقابل لأنه يرفع مستوى معيشة الناس، فلا بد من دفعة قوية. طبعا هذا كله لأن الإنتاج من الصناعة واحد لن يكون له سوق في الاقتصاد بسبب صغر السوق وانخفاض الدخل والقوى الشرائية. ولا يمكن التغلب على مثل هذا الحال إلا بالتخطيط لمجموعة متكاملة من الصناعات وتواجدها بشكل آني، ما يؤدي إلى قيام العمال الموظفين في صناعة معينة باستهلاك السلع المنتجة من صناعة أخرى، وهي الحالة التي قال عنها رودن تكاملي الطلب على سلعة ما مع الطلب على السلع الأخرى. تتغير الحال طبعا الأفضل في حال الاقتصاد المفتوح open economy، لأن الإنتاج المحلي قد يأتي بديلا عن الإنتاج المستورد، وقد يجد الإنتاج المحلي طريقه نحو الأسواق الخارجية. وعلى الرغم من ذلك سيحتاج الاقتصاد المحلي إلى أعتذر عن هذا الخطأ إلى دفعة قوية كي يتمكن من البقاء والاستدامة، لكن حجم الدفعة قد ينخفض بسبب وجود التجارة الخارجية. في مسألة عدم قابلية عرض الادخارات التجزئة، قصد رودن أن المستويات الضخمة من الاستثمارات تستوجب مستويات عالية من الادخارات المحلية، لأن الاعتماد على المساعدات الخارجية ليس مستداما، وأن الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية تأخذ طابع التكرار وتتطلب صيانة رأس المال بشكل متواتر ومستمر، وبالتالي لابد للمعدل الحد للإدخار أن يرتفع كي يتناسب مع حجم الاستثمارات الكبير. الآن نتاج الفشل في التنسيق حالة الترابط، انظروا إلى هذا الرسم التوضيحي عند الآن. إذا كان في عندي فشل في التنسيق سيؤدي إلى فشل في السوق، نشاط اقتصادي ضعيف، سوق ضيق، بنية تحتية بكلفة عالية مع مخاطر عالية وكلفة إنتاج عالية، تنمية اقتصادية وتقنية معاقة، بيئة أصلا بتكون مؤسساتية وتقنية ضعيفة، كلفة باهظة على المعلومات وحقوق الملكية، إمكانية تسويق وتطوير معاقة. وبالتالي هنا هذه الحلقة الخبيثة سميتها لكن حلقة ترابط خبيثة. فنلاحظ الآن الترابط بين هذه حلقة الترابط الخبيثة، نلاحظ أنه هنا تكاملية الإنتاج إلى هذا يؤدي واجبه على نحو مرض جدا، يدعم كفاءة هذا العامل وهنا المراقب، وأخيرا العامل الذي يضع البضاعة في صناديق عندما تنتهي باعتبارها مستهلك نهائي، وبالتالي لاحظوا أهمية التنسيق. المقطع القادم، شكرا لكم على حسن متابعتكم. سيكون المقطع القادم بإذن الله تعالى عن نظرية إطار تشخيص النمو The Growth Diagnostic Framework. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية وأن تبدوا آرائكم حول المقاطع من أجل تعميل المعرفة بلغتنا العربية الجميلة لغة الضاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.